الله اللي بيهون على الواحد في الدنيا دي كلها شويه الضحك دول. منورين يا رجال. ده نورك يا حاج. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا. ازيك يا ام؟ عامله ايه؟ الازرق الحلو اللي انت لابساه والحلاوه دي بالفيونكا. شفت الفيونكا حلوه؟ صراحه وحشه قوي. انت ايه اللي جابك؟ انا مش قلت لك ما تجيش هنا الا لما اقول لك. بس اقعدي اقعدي، معانا ضيوف، عندنا الاستاذ مدحت. استاذ مدحت. انا اقول اللي اقوله في اي وقت. ايوه صح صح، انت تقولي تقولي في اي وقت، بس يعني احنا عندنا ضيوف، عندنا ضيوف يا ماما. اللي اقوله يتنفس. حاضر حاضر. يا سيدة انا اللي قلت له يجي عشان عايزاه في موضوع ضروري جدا. كنت قابلتي بره؟ والله مش عارف من امريكا انا كنت عملت ايه في البيت. عايز اقوم امشي؟ لا عشان تقول طردتك. يعني اقعد؟ لا. طب اعمل ايه؟ طب عايز ايه؟ طيب اتبط. معلش يا حاجه، معلش عشان خاطرنا. خاطرك على عيني وراسي، بس اللي اقوله لازم يتنفس. حتى لو عرفتي ان عادل عايز يقابلني عشان عايز يشتغل. يشتغل؟ اه يشتغل. وانت مالك بالشغل انت؟ لا 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 استني بس يا اما، بس انا هشارك منى. تشاركها؟ وانت حيلتك حاجه عشان تشاركها؟ ومين قال لك ان انا هوافق؟ لازم يبقى اللي انت هتشارك بيه قد مرتين اللي هي هتشارك بيه. يعني عايز تشاركنا وتتجوز بنتنا؟ يبقى انت عملت ايه؟ انت عايز ايه مني يا اما؟ بس في الليله دي بس كل حاجه واقفه لي في وشي في وشي في ايه؟ تضحك علي انت كمان. معلش اصل عادل هيشتغل معايا. ايه؟ ايوه هيشتغل معايا. انا عرفت من منى انه خريج اعلام، مش كده برضه؟ تحب تشوف الكارنيه؟ لا لا على ايه؟ انت هتبقى هايل في العلاقات العامه على فكره. انا مش موافقه. لهوي. معلش يا حاجه، معلش، دي شركتي وانا حر اشغل فيها اللي انا عايزه. وانا ايه؟ انت ايه يا اما؟ بس انت كل حاجه انا عايزها يا اما. عايزه ايه؟ هو انتوا مش شركه هدوم؟ ايوه. انا عليا ضربه مقص اجدعها من اي مقص دار. معقول؟ هو حضرتك بتفهمي في التفصيل؟ طبعا. عارف الموكوس ده؟ وابني خيب الراجة، انا اللي كنت بعمل لهم هدومهم. لا لو الموضوع كده دي تبقى الحكايه هايله. هي امي كده راشقه في اي حاجه. لا منى منى عادل الحقوني، في حد اتصل بيا وقال لي ان مروه اتضربت بالنار. البوليس ده جاي لمين يامه؟ جاي لزينب. سامحيني يا ميرا، سامحيني يا ميرا، ما تسيبينيش يا بنتي، ما تسيبينيش يا بنتي، سامحيني يا عايده، سامحوني يا بناتي، سامحوني. ميرا تعالي معايا. اجي معاك فين؟ تعالي مش هسيبك، لازم نقعد نتكلم شويه. تعالي فين؟ مين؟ أنا. امشي أنت دلوقتي. أنا كلمت الست سيدة فقالت لي إنك هنا، فما رضيتش يعني اتصل بيكي وقلت اعملها لك مفاجاه. وانا على الباب سمعت مزيكا، يا ترى ده كان راديو ولا؟ انا اللي كنت بعزف. طب كويس قوي، انا كده اطمنت اني مدرب شاطر. وانا من اول يوم شفتك فيه كنت متاكده انك استاذ شاطر، وشاطر قوي كمان. وانت كمان تلميذه شاطره بس مش ذكيه. على انا عمري ما لعبت بيك ولا فكرت ان اعمل كده. وأنا حبيت وبجد. أنا متأكد من كده. بجد؟ أيوه. عشان كده أنا جيت.
جيت علشان اقول لك ان زيارتك ليا وقعادك هنا اثبتوا لي ان نيتك صافيه وان دماغك ما فيهاش اي حاجه وحشه بالنسبه لي. والله العظيم هو ده الصح. وتاكدت كمان من حاجه تانية، ان انا بحبك اكتر ما انت بتحبيني. انا كنت خلاص فكرت ان ابعد عنك، وقلت لنفسي ان في اولويات في حياتي هي الاهم، لكن ما قدرتش. عشان كده بقى قلت حاجة أقعد معاكي هنا. طب طمني بقى، أنت صحتك دلوقتي عاملة إيه؟ لا الحمد لله، أنا دلوقتي بمشي على رجلي بسيط يعني. بجد؟ أيوة بجد. السلام عليكم. في إيه يا سعيد؟ إيه اللي جابك هنا دلوقتي؟ جاي اطمن على مرات اخويا، وخصوصا انها كام شهر وهتخلف اخويا، مش كده ولا ايه؟ روح دلوقتي يا سعيد. لا بابا روح ايه؟ انا ناوي اتغدى معاكم النهارده، ده لو شيء ما يزعلش الهانم يعني. سعيد في ايه يا بابا؟ في ايه؟ هي من اولها كده هتقسيك علينا ولا ايه؟ ولا هي ملهاش ذنب؟ سمر غلبانه وطيبه، وما اعتقدش يعني انها من نوعيه الستات اللي تخلي الابهات يقسوا على عيالهم، مش كده مرات ابويا؟ كويس انك جيت. بجد؟ اه، عشان في حاجه كنت عايزه اقول لك عليها. مش عشان انا ساكته وسايباك تقول اللي انت عايزه، مش عشان انا مش عايزه اتكلم معاك، يعني انا مش قادره افهمك وضعك ووضع ايه بالظبط. لا معلش، انا محتاج اعرف وضع ايه بالظبط، وخصوصا ان بابا موجود يعرف هو كمان انت كنت عايزه مني ايه بالظبط. وانا قلت لك في مره من المرات اي حاجه تخليك تحس اللحظه واحده، او لمحت لك باي حاجه. لا ما حصلش. كم مره قلت لك فيها ابعد عني؟ كتير. كم مره قلت لك فيها انا ما انفعكش؟ وكم مره طلبت منك طلب وانت ما رديتيش عليا؟ كم مره طلبت منك ان انا اعرف تفسير واحد لرفضك ليا وبرضه ما قلتليش؟ كم مره قلت لك ان انا محتاج لك وما اقدرش استغنى عنك وما رديتيش عليا؟ امشي دلوقتي يا سعيد. لا بابا لازم تعرف كل حاجه. مش عايز اسمع اي حاجه ولا اعرف اي حاجه. لا لازم تسمع عشان هو يفوق. انت اللي مخك وخيالك خيلك ان انا ممكن اكون قريبه منك. انا كل مره كنت ببعد فيها عنك عشان خلاص ما ينفعش ارتبط بيك. طبعا ما انت اتجوزت ابويا. وحتى لو كنت اتجوزت حد تاني غير ابوك. اه انت مستغرب ليه؟ وانا ما كانش ينفع احب حد تاني غيرك؟ كنت هتعمل ايه ساعتها؟ لا ساعتها كانت هتفرق كتير. لا مفيش فرق. الفرق الوحيد ان انت عايز تشوفني وحشه، عايز تشوفني شريرة، عايز تقنع نفسك ان انا ما رفضتكش، ما قلتلكش لا، اتجوزت حد تاني غيرك. مش الموضوع ان انا اتجوزت والدك، لا. الموضوع ان انا قلتلك لا. يلا سعيد انا همشي معاك، يلا. سعيد. انت لازم تفهم ان انا والدك عندي اهم حاجة في الدنيا دي. اه. انا ممكن اموت نفسي بس مش هبعد عنه. ولو انت فاكر او اي حد تاني فاكر ان انا قربت منه عشان فلوس او مصلحة انا مش عايزاها. أنا اللي عشته مع علاء عندي أهم وأحلى حاجة عشتها في حياتي. كفاية يا سمر كفاية. أنا بفوقه عشان هو مش هيبطل يعمل اللي بيعمله ده إلا لو في حاجة فوقته. لازم يفهم إن أنا عمري ما كنت تحت إيده، ومفيش أي بنت في الدنيا دي كلها تحت إيده. الحب مش بالعافية. انت صدمتيه. يا احتي يا سمر. بالعكس انا عملت كده عشان يفوق. ده ابني. وانا مراتك. انت كده بتحطي نفسك في ميزان مش عادل. وانت مش واخد بالك انه جه لحد هنا عشان يقول ان انا شطان؟ عايز اسكت ازاي؟ كان لازم تعملي اعتبار لوجودي. وهو كان لازم يعمل اعتبار ليك. ايه مالك في ايه؟ انا بحافظ عليك. انت كده بتخسريني يا سمر. بالعكس. انا كده بكسبك. عارف ليه؟ عشان هو خلاص كده هيفوق، عارف ان الموضوع منتهي، عارف ان انا وانت عمرنا ما هنسيب بعض. اسمع مني، والله اللي بقوله لك صح. انا عارفه ان هو هيتعب شويه، بس لازم يعرف نفس الوقت ان الحب من اتجاه واحد ده مستحيل، صعب، غلط، لازم ينساه. انا عارف، بس مش بالطريقه دي. اسمع سعيد، هو ده الشكل والوضع الصح.
حالتها عامله ايه يا دكتور؟ كويسه الحمد لله. بجد يا راجل؟ من هكذب عليك عادل؟ بقول لك كويسه. لا قول لي بالظبط عامله ازاي؟ والله العظيم حالتها كويسه، كل حكايه شويه اصابات وهتروح لحل. طمني. لا قلبي مش مطمن. انا اروح اكلم معاها. لا انا هدخل لها. ايه الاخبار؟ طمنيني. تمام. قلت لي حاجه تاكليها؟ ولا تشربي اي حاجه؟ لا. ما تنفعينا باي حاجه كده. والنبي ده وقتك. خلاص مش وقتك. ممكن بقى تروح تبص على ايد ان مفيش حد عندها في الاوضه وهي عيني بطولها. حاضر. طب ما تيجي معايا. لا. طب وهي التانيه؟ ما احنا هنجي لها تاني، بس انا ما بحبش امشي لوحدي بصراحه. تعالي معايا بس. تعالي هنجي لها على طول. ده انت مش عايز تبطل حركات بتاعتي. مجدي هي كويسه صح؟ انت قلت لي هي كويسه. فيها نجلاء مش كده؟ اهدى شويه. انت قلت لي هي كويسه صح؟ انت مش هتكذب عليا. والله العظيم كويسه. بعدين لو مش مصدقني اسال الدكتور محمد. انا مصدقك. انت مالك في ايه؟ مفيش، بس انا عارفه لما تروح له. مش عايزه اسيبك في الظروف دي، بس انت عارفه. انا عارفه، صدقني انا عارفه يا مجدي، وده برضو ابنك له حق عليك. بص انا مش عايزاك تحس بالاحراج كل مره تكلمني في الموضوع ده، ماشي؟ وروح له طمني عليك. وانا عموما عايزاك تكون اقوى من كده عشان خاطري. القوه بتاعتك دي هتتنقل له، لازم تحسسه ان انت قوي. وقولي هو بقاله قد ايه في المستشفى؟ شهور. انت متخرجه؟ ايوه خرجه. انت فاكر كلامك عن المرض؟ اني هنقدر ان احنا نهزمه ونقهره ونتخلص منه مهما كان؟ على فكره ابنك طول ما هو في المستشفى هيحس ان هو مريض. ابنك محتاج طاقه ايجابيه. خرجه من المستشفى هيحس هو بالطاقه الايجابيه دي، مش يمكن يتحسن ونفسيته تبقى احسن؟ روح له يا مجدي، روح له. طمني عملت ايه؟ عايز تقول حاجة؟ مش عايز أقول أي حاجة. روح. مين فيكوا عبد الله؟ انا. اتفضل معايا. طب بعد اذنك بس اديني فرصه اسلم عليه يا ابني. سلم على مين؟ مش كفايه بقى؟ حرام عليك، كفايه اللي عملته فيه. ابعد عننا بقى. مش هقول لحد، وانتي برضو مش هتقولي لحد. هايتي لو عرفت حاجة زي كده ممكن حياتها تتبهدل. وانت مالك اصلا؟ مالي ازاي؟ مش هايتي اني تبقى اختك وانتي تبقى مراتي؟ انا جوزك يا بنتي. لو سمحت مش عايز اسمع كلمة جوزك دي تاني، ماشي ولا لا؟ لا مش ماشي. انا جوزك وهفضل احبك طول عمري. لو سمحت يا مروان هقوم اسيبك وامشي. حبي انا
انا مش هقدر ابطل اقولها لك. انا مش عارفه اصلا ايه اللي خلاني اجي معاك. عشان احنا ملناش غير بعض. انت عارفه ان احنا الاثنين اتظلمنا. انت اتظلمت من امك وانا اتظلمت من ابويا. على فكره انا فكرت كتير قوي قوي ان انا انتقم. وفكرت ان انا اقتل اللي قتل ابويا. انا فعلا كنت هقتل امك. بس لما قعدت بقى وفكرت لقيت انها هترتاح. ان انا هخش السجن. وعبد الله هياخد كل حاجه وهنبقى بس احنا اللي خسرنا. اوعى تعمل كده يا مروان. مش هعمل كده طبعا. بس انا مش هعمل كده علشان عايز اطمن عليكي. انت بس اللي تهمني. وده يهمك في ايه؟ يهمني؟ طبعا يهمني. انت كل اللي انت فيه ده بسببي انا. انت فاكره ان انا لما ببقى قاعد قدامك كده ببقى طبيعي؟ ببقى راجل ماله هدومه يعني؟ ابدا. بالعكس بحس بالنقص. عشان كده خلاص كل ده لازم يتغير. انا اي قرار هاخده من اول دلوقتي مش هرجع فيه تاني. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ان انا مش هسيبك تاني ابدا. ايه يا احمد في ايه مالك؟ تعبان تعبان قوي. طب وايه اللي تعبك؟ كل حاجه اوكي. كل حاجه. حاسس ان انا بعيد بعيد قوي. بعيد بعيد عن ايه؟ بعيد عنه. انا ما كنتش واخد بالي. عشت عمري كله مش واخد بالي. اللي انت بتقوله ده يا احمد مالك؟ في ايه؟ انت بتخطرف؟ لا يا وجي. لو كنت رضيت بالقسم قلت لربنا. لو كنت قلت الحمد لله. ما كانش دلوقتي بين اربع حيطان. انا جريت ورا الفلوس. وناسي ان ربنا هو اللي بيرزق. انا خايف قوي. انا خايف قوي يا وجي. انا مش خايف من تابوت ولا اني خايف من حبل المشنقه ولا حاجه. لا انا خايف اقابله. مش عارف اقول له ايه. مش عارف اقول له ايه. بس اهدى اهدى كده وصلى على النبي واهدى اهدى. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي وجي؟ كل الطرق كانت قدامي وانا اللي اخترت. ايوه انا اللي اخترت. محدش غصبني. ايوه انا زيك بالظبط. لا أنا خاين. خاين الأمانة. أنا خالي ساب لي بناته وأنا بعتهم. بعتهم يا وجي. بعتهم. اهدي يا بنت. يا بنت اهدي. ايه مالك؟ حاجة بتوجعك؟ لا ما هو ما تقوليش امك. لو امك بتوجعك كانت وجعتك من الاول. انطقي. اتكلمي وما تكدبيش عليا. سمعت من الحارة ان جوزك كان هنا يوم ما اتقبض على امك. هو عمل حاجة؟ لو عمل حاجة قوليلي وأنا وديه السجن. ما الوزير ما بيرفضليش طلب. ده بيحزني قوي. وقال لي لو أي حد دسلك على طرف يا سيدة
قولوا لي ونخفهولك ورا الشمس. قال لك ايه الموكوس ده؟ عايز يرجع لي. وانتي؟ مش عارفة. هجيب لك من الآخر. أما بتشوفيه عينك بتتعب؟ طب لما خدك من إيدك وقعد معاكي حسيت إنك عايزة ترتمي في حضنه وتعيطي؟ عايزة تقولي يا عمتي؟ بالآخر كده لو ما بتحسيش بالحاجات دي يبقى بلاها، يبقى خلاص كده الحكاية خلصت، صح؟ يعني يبقى ارجعي له يا حلو. واللي حصل يا عمتي؟ واللي حصل عليكي وعليه؟ يعني ايه؟ يعني سكان هو زفت أمك قطراه؟ أنت عايزة يعني يشوف واحدة جاية تاخد أبوه تسففه التراب وهيقعد ساكت؟ طبعاً لا، ارجعي له يا بنت وما تفكريش بنص دماغ. الواحد بياخد فرصة والتانية والتالتة. ارجعي له ربنا يهديك. بقول لك هنا دماغي وجعتني وعايزة أنام. مالك يا ميرا؟ مانيش افتكرت بابا بس شوية. الله يرحمه. على فكرة بقى، أنا عمري ما كنت بعيدة عنك ولا عمري كرهتك. كنت دايماً أقعد أسأل نفسي، هو مش المفروض الإخوات اللي مش من أم وأب واحد دايماً تلاقيهم بيكرهوا بعض أو حتى ما بيحبوش بعض؟ طب وانتي بتحبي ايتن ولا لا؟ بصي، ايتن غيرك، انتي حاجة تانية خالص. انتي اول ما مامتك قالت انها هتسيب البيت وهتسيب بابا قررتي على طول من غير تفكير انك تفضلي معانا، رغم ان ايتن اكبر منك وعاشت معانا اكتر منك، بس انتي بتحبي بابا قوي الله يرحمه. احبه قوي الله يرحمه. انا عارفة متأكدة إن هو دلوقتي شايفنا وعارف كل واحدة فينا بتعمل إيه وراحت فين، وعارفة برضو متأكدة إن هو عايزنا كلنا نبقى مع بعض، عشان كده أنا عمري ما هسيبك ولا هسيب أيت. فاكرة الحكايات اللي كان بيقعد يحكيها لنا؟ آه طبعا، كان أستاذ في الحكايات. اتكلموا في إيه؟ كنا بنتكلم على بابا الله يرحمه. وحشني أوي. وحشنا كلنا. مالك بقى انتي اليومين دول؟ متخانقة مع مجدي ولا ايه؟ لا مش متخانقة ولا حاجة، انا بس محتاجة ابعد عنه شوية. سيبكوا بس من مجدي. فاكرين اخر اغنية بابا غناها لنا واحنا متجمعين حواليه؟ فاكرين الاغنية دي؟ طبعا. صوته كان حلو قوي وهو بيغني. تعالي تعالي. الله يرحمك يا عبد العزيز يا اخويا. يعني ما عملتش اللي اتفقنا عليه. الصراحة بعد اللي حصل لمروة أنا ما بقتش مستغني عن عمري. يا معتز أنت هتكسفني ولا إيه؟ ده أنت وعدتني. وعدتك أه، بس الصراحة بقيت قلقان. قلقان من إيه؟ ده أنت شكلك خايف. بصراحة أه. وأنا ما أقدرش ألومك. خصوصًا إن الشنطة اللي فيها الأصول راحت. الأصول معايا. مروة آخر مرة كانت عندي قالت إنها بتثق فيا وسابت لي الورق كله، وحطت مكانه حاجة تانية في الشنطة. مهايل. ايوه بس انا حسيت ان انا نشرت الورق ده كله في نفس اللحظه يا بطفي قبري. لا لا انت كتر خيرك لغايه هنا، انا هتصرف.
أنا آسف يا أستاذ مدحت. لا لا أنت مش غلطان، أنت من حقك تخاف على نفسك، ولعلمك في زيك كتير كده بيبقوا أبطال جدا وهم بعيد عن الخطر، لكن ساعة الاختبار بيبانوا. أنا مش جبان ولا شجاع. ولا جبان ولا شجاع، أنت عامل زي اللي رقصوا على السلم كده، عارفهم؟ أنا هنشر الورق ده يا أستاذ مدحت. وأنا مستحيل أعلق أمر مهم زي ده في إيدين حد متردد زيك كده. أنا هتصرف. علي اطلب جريدة المنتدى وهات لي ميرو على التليفون. ميرو؟ ما مش ده بتاع برامج الموضة؟ اللي دخله في الكلام ده؟ اعمل اللي بقول لك عليه. وخلي له أي جنيه على المكتب. استناني هناك لغاية ما أجيله. أي منى، كان في حد مع أحمد اسمه أبو كارما. أنا عايزه. ابعتي لي تليفون. مش هتروحي تزور امك؟ لا مش هروح. طب وفوزي محتاجه حاجه؟ تحتاج اللي تحتاجه يا عمتي، مش عايزه اتنصرت الست دي تاني. تبقي قللت الاصل. والنبي يا عمتي انت ما تعرفيش اي حاجه فاسكت احسن. انا مش عايزه اعرف. انا عارفه انها امك يمكن محتاجه حاجه، محتاجه حد يطبطب عليها، محتاجه حد يوكل لها محامي. وهي كانت طبطبت على حد يا عمتي؟ يا ما طبطبت عليك انت واختك كنتوا صغيرين. انا عشت طول عمري مع ابويا، الست دي ملهاش اي فضل عليا. انا غلطانه اني سبت البيت ده في يوم من الايام. ايه ده؟ ايه ده؟ فيها نويل؟ انا ممكن افهم ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اتفضل معايا. اتفضل معاك على فين؟ اتفضل معايا على المديريه. ايه؟ يعني ايه مديريه؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ انت لسه ما لبستيش؟ مش قلت لك البسي وروحي شوفي امك؟ لو ما روحتيش تشوف امك تخرجي من البيت ده وما ترجعيش تاني. صباح الخير. صباح الخير. محدش بيعمل كده على الصبح خالص. ده ايه الطاقه السلبيه دي يا رب؟ مش عايزه تروح تشوف امها. على فكره انت مش من حقك تكلميني كده، والبيت ده بيت ابويا على فكره. ما يصحش تكلمي عمتك بالطريقه دي، عيب. يا سلام، يصح ان ست سيده تقول لك خرجي من بيت ابوكي؟ انا عمتك. ايه ست سيده دي؟ تقولي لي سيده بمزاجي انا اللي اسمح لك، فاهمه ولا لا؟ خلاص يا عمتي روقي شويه، مش كده. في اصول الكل لازم يمشي عليها، اللي مش عاجبه هربيه من اول وجديد. مش عايزه تروح تشوف امها، اللي يبيع امه يبيع نفسه. الصراحه عمتي عندها حق. يا سلام، فجاه كلكم بقيتوا تفهموا في الاخلاق؟ فجاه كلكم بقى عندكم اصول؟ خلاص سيبوها لي، انا هتكلم معاها. انا مش عايزه اتكلم مع حد. كل واحده فيكم بتفكر بمزاجها على فكره، كل واحده فيكم بتفكر تعمل ايه وما تعملش ايه، انما انا ولا عادي. لكني حتة حجر ما بيحسش. أنا بجد زهقت. صباح الخير. أنا آسف إذا كنت جاي في وقت مش مناسب، بس أنا الحقيقة اتصلت بكاميليا أكتر من مرة وما ردتش عليا. إزيك يا سيدة هانم؟ الله يعز. صباح الخير يا كاميليا. نعم. نعم. ايه الرد الناشف ده؟ يبقى انا كان عندي حق بقى. انا برضو بقول مش معقول كاميليا ما تردش عليا الا اذا كان في حاجه. انت زعلانة مني؟ الحقيقة يا سيدة هانم، أنا كان نفسي أشوف والدة أحمد من زمان وأشرب من إيديها فنجان قهوة. أعملي فنجان قهوة يا نجلاء. لا، يا ريت من إيدك أنت إذا ما كانش فيها إساءة أدب مني. ممكن أتكلم معاك شوية؟ تفضل.